السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي نظرة على بين 360 فيلم. أول حاجة هنا بلاقي البروجكت أوفر فيو، بيبقى يجيب لي المعلومات الخاصة بالمشروع وبيقول لي مثلا الأفريج تايم عشان المشروع ده يتقفل قد إيه، الأسباب الرئيسية لو في أي مشاكل أو في أي حاجة، الشركات اللي موجودة في المشروع. طيب بعد كده بقول له إيشيو، فبيبدأ يجيب لي بقى لو في أي إيشو في المشروع أقدر أضيف أي إيشو، أقدر أعمل سيرش على أي إيشو موجود مثلا من خلال مين اللي عمله ومين المسؤول عنه وهكذا، أقدر أقول له آد وأضيف أي إيشو وبديله الأي دي بتاعه، وبعد كده بديله الديسكريبشن، وبعد كده بديله الروت كيوز الكومباني البريوريتي الستيتس، هل هو المشكلة دي موجودة ولا اتقفلت ولا كلوزد ولا فويد. بعد كده هنا بلاقي التاسكات، لو أنا عايز أكلف حد بتاسك معين أو مثلا في اليوم الفلاني المفروض هو هيروح يعمل التاسك ديت، تمام. الديسكريبشن بتاعها أهم حاجة، التاريخ بتاعها، الاي دي، النيم، الكاتيجوري، مين اللي المفروض هيعمل الحاجة ديت، تمام. فبحدد الشخص نفسه اللي هيعمل الجوبا ديت وأقول له سيف شينج. بعد ما حددت الشخص وحددت الديسكريبشن بتاعها أقدر أربطها بتشيك ليست معينة، أقدر أربطها بإكيوبمنت معينة، إنها مثلا هيروح الجوبا بتاعت إن هو هيروح يصلح الإكيوبمنت دي، أقدر أعملها أتاتشمنت للصور أو الكلام أو الملف مثلا معين. هنا التشيك ليست ده بيبقى العامل معاه مثلا تشيك ليست معينة، بيبدأ يعلم الحاجة دي اتعملت ما اتعملتش، في مشكلة في كذا، فبيبدأ يعلم يس نو ما عنديش معلومات وهكذا. الديلاي ابديت، اي ابديت بتقدر تكتب حصل ايه النهاردة وهكذا، والتاريخ والدرجة الحرارة والرطوبة والفيزيبيليتي، ده بالنسبة للوزر. اللي بالنسبة للليبر عدد الساعات، تمام، تبدأ تكتبها كلها، وأول ما تكتب أول حرف بيبدأ يجيب لك عدد الحاجات. الوركر تقول له مثلا، وأنا هتقول له ده 30 في الشركة اللي اسمها مثلا اهيت. توتال هاور ده عدد العمال، توتال هاور قول له مثلا، ولو فيها كومنتات عايز تكتبها. الجنرال نوتس، طيب الاكيوبمنت هو بيقول لي هنا انت لسه مسيفتش مش مشكلة. الاكيوبمنت تقدر تضيف اي اكيوبمنت معينة، تقدر تعمل سيرش على اي اكيوبمنت بأي صفة من الصفات. اللايبراري ده الملفات اللي موجودة في المشروع، تقدر تقول له انا عايز مثلا الملف دوت وتفتحه، مثلا الملف دوت هتقول له داونلود، هتعمل سيت اب بلجن على اساس ان هو يسيت اب لك الحاجة ديت، تمام. طيب هنا تقدر تشوف الصور، وهنا تشوف الريبورت التقارير، هتقول له ريبورت، تختار الريبورت اللي انت عايزه، اقول لكم مثلا دوت، تقول له ران ناو فيبدأ يجيب لك التقرير دوت. تقدر تقول له سكادول، تقول له اعمل لي التقرير ده مثلا كل 3 4 اسابيع. هنا بيقول لك شوفه دلوقتي ولا تبعته لحد ولا تعمله داونلود، بتقول له انا عايز اشوفه دلوقتي اهو. هنا ده اسم الريبورت، ده السورت باي هيترتبه باسم الكومباني ولا بالافريج تايم تو كلوز، الاوتبوت عايزه بي دي اف ولا اكسل ولا ار تي في ار تي اف اللي هو عباره عن تكست، النوع الايشيو تقدر تختار، اي كل الحاجات دي موجوده هنا في الايشيو. الكومباني، ان كومباني اللي المفروض تهتم بالريبورت دوت، فانت تحدد الشركات اللي هي تطلع في الريبورت دوت وتقول له سيف ريبورت، ممكن تقول له سكادول وتحدد الايام اللي تعمل فيها الريبورت، مثلا تعمل كل يوم اثنين وكل يوم خميس، تمام، او ممكن تقول كل اسبوعين، ومن الشخص المسؤول عنها اللي هيبعت التقرير، السبجكت، المسج،